عبد الله يوسف، هذا هو الرجل الذي انطلق من الدور البحريني ليثبت لنفسه وللآخرين أن كل نجاح يبدأ من الداخل، من داخلك أنت. كأن الأمر أشبه بقصة تستطيع أن تتخيل جميع السيناريوهات فيها. فكيف إن كان من أخرج هذه الحكاية هو بطلها أصلا؟ هذا الرجل الذي قبل التحدي وخط قصة نجاح أوروبية. لم يكن الأمر سهلا، فالكثير الكثير خرج للاحتراف ولم يثبت شيئا. أما هنا فكانت القاعدة مختلفة، والنتيجة بطل للدور التشيكي. لم يكن الإيمان في هذا اللاعب مجرد وهم، بل كانت نظرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورجال الاتحاد البحريني لكرة القدم والشارع الرياضي، كل تلك العوامل كانت داعمة لعبد الله يوسف. لم يكن هذا هو نجاح لاعبنا الشاب. عليك أن ترجع بشريط ذكرياتك إلى أعرق البطولات الأوروبية، دوري الأبطال، وفي أصعب مجموعة استطاع ابن مملكة البحرين أن يكون أول خليجي يشارك في هذه البطولة. الرسالة التي أرسلها عبد الله يوسف للعالم العربي لم تكن إلا رسالة عنوانها أننا قادرون على النجاح أوروبيا، قادرون على مجاراة كل تلك العقبات، قادرون على أن نصنع لأنفسنا حلما، قادرون على تحقيقه. عبد الله يوسف، تلك القصة التي ستشعر بعدها أن المستحيل مجرد كلمة سيطرت على عقلك.